آخر مرة التقينا بضيفنا هلأ كان عم بخبرنا مشاهدينا عن أول معرض لإله كفنان تشكيلي. هاللقاء كان من حوالي 3 سنين، ومن وقتها لهلأ ما رح تصدقوا الفنون اللي جربها والمواهب اللي اكتشفها. اليوم هو رسام، سبيشال افكتس ميك اب ارتست، تاتو ارتست، ارت دايركتور، كاتب، مصور، ممثل، شو بعد نسيت يا ميشيل؟ ما بتنام؟ وعمره بس 21 سنة يا مشاهدينا، هيدا المميز بهالفنان الشاب. ميشيل غول، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء صباح الخير، وبشكر دعوتكم إلي للمرة الثانية، وخصوصي أنه أول مرة كانت مثل ما ذكرت من 3 سنين. نعم. فهيدا شرف إلي أنه عن جد عم بتشجعوا الشباب والمواهب أنه نعم. تستضيفوها وتحكوا عن فنه. وفخر لنا ميشيل أنه شاب بعمرك بالفعل قدر يحقق كل هالإنجازات بهالسنين القليلة. عمرك 21 سنة بس، شو كانت تطعميك الماما أنت وصغير؟ ما كنت تنام؟ يعني إذا بترجع لأمي بالعكس يعني بضل خرب للبيت. نعم. فهي لك شو النتيجة كانت اليوم؟ ميشيل حضرتك فنان شاب عندك مواهب عديدة، إشي كتير حققتها بهال 21 سنة، مواهب ظهرت من الطفولة ومنها عن جديد، يا ريت معنا وقت اليوم لنحكي عنها كلها بالتفصيل، ولكن راح نضوي على الأشياء اللي بالفعل برعت فيها. البداية كانت مع الرسم. صحيح. مثل يعني كل شخص اول شيء بده تبين عنده موهبه معينه، وهي كانت موهبه الرسم. طورتها من انا وصغير، بس مثل ما قلنا يعني اذا كل واحد كل موهبه عنده اياها بده يطورها، وللاسف بمجتمعنا يعني بدك مبلوه تتعلميها بمعاهد. صح. فكله اشتغلت على حالي، انا طورت حالي بحالي. هيدي بالنسبة للرسم، يعني بالرغم من انه الموهبة كانت موجودة وظهرت من الطفولة، هالشيء ما دفعك على انه تختارها كاختصاص جامعي، اخترت شيء كثير بعيد عن الفن اللي هو الفيزيكس، الفيزياء. صحيح. بلشت بالفيزياء لأنه كمان كنت شغف كثير كبير لإلي، ورجعت بس انتقلت للهندسة المعمارية لأنه كمان لقيتها للاسف انه بتلبي اكثر حاجاتنا بلبنان، لانه بتعرف قد ايه عم بعينوا الاساتذه من صح. مشاكل. ف بس يعني اذا الله راد ناوي كمان كفيها، بس انه هلا بالمبدا عم ركز اكثر على الهندسه المعماريه. يعني اليوم عم تدرس حاليا الاركتكتشر، الهندسه المعماريه، وهيدي المهنه اللي اخترتها لنفسك لبعدين؟ هلا صراحه نسبه لكل شيء بعمله بعد ماني عارف على المزبوط، مش معروف من هلا مش معروف، بس انه شو اللي بيمنع انه نشتغل بكل شيء يعني. نعم. انه بالنهايه السوق مليان للكل، ففي عندنا فرصه انه نشتغل بحي الله شيء بدنا اياه. بين الفيزياء والهندسه المعماريه والرسم جربت اشياء كثيره ميشيل، وبدي ضوي على الاشياء اللي اكثر شيء لفتتنا اللي هي السبيشال افكتس ميك اب ارتست، يعني اللي هو كثير بعيد عن الاشياء اللي عملتها سابقا. كيف بلشت بهالمجال؟ نسبة لكوني أول شيء رسام، فأكيد عندي شغف بكل شيء خاصه بالرسم، بالنحت. وبما أنه شفت كمان كل شيء صناعات الأفلام والمسلسلات، شفت أنه كمان معنا نحن ما في كتير بلبنان سبيشال إيفكتس ميك أب أرتست، بيشتغلوا كتير على يعني مثل الانتاج الهوليوود او الافلام الهاي بادجت. نعم. ففكرت انه ليه لا انا مبسوط بهذا الاندستري. هون عم نستعرض صور بس لا سبيشال افكتس ميك اب، شو يعني سبيشال افكتس ميك اب. فشفت انه ليه مش مبقدوري، بما انه السبيشال افكتس ميك اب هي نحت وهي رسم، يعني كانه عم انقل انا جرح هون عامل. نعم. بروستاتيك فينجر يعني اصبع اصطناعي، اتس نوت رياليستيك. وهون كمان بافلام اشتغلت على كان فيلم حرب، اشتغلت كمان على كل شيء تيبين انه قد ما في انقل الواقع. وبما انه نعم. ايضا خي حكيم، فاستفدت كثير منه تنقل الواقع. هون بحب كثير علق على هيدي السبيشال افكتس ميك اب. هيدي الافتتاح للويب سايت الخاصة فيك 100% كورية. شيء منه معمول يمكن قبل بلبنان، انه نظرا ما في شيء مواد متوفرة على السبيشال افكتس ميك اب، فقلت ليه ما بعمل مثل شيء معمول بالافلام برا، انه اعمل فول فيس بروستاتكس، فول فيس ميك اب.
شيء جديد، وخصوصا انه ما كثير عم بيتضوا عليه بلبنان، فهيدا يمكن بيشجع اكثر انه المخرجين انه يصيروا يطلبوا هيك ويحطوا هيك قصص بالسيناريو تبعهم. تكون هالمشاهد اللي بتتطلب هالنوع من العمل 100% تكون مقنعه اكثر او حقيقيه اكثر 100%، لانه بخصوص انه عم تشوف كثير قصص سبيشال افكتس ميك اب ما عم بتكون واقعيه، بتبين فيك يعني 100%. ما بتقنعنا بيخسر قيمته الفيلم اوقات. هيدي ماسك عملتها ميشيل طبقات من جيلاتين بس مركب، يعني صبيت قالب لوجهها للبنت واشتغلت نحطت هيدا الشكل على وجهها خصيصا، اللي هي الممثله ناتاشا شوفاني. هيدا ليتكس نو؟ لا جيلاتين. جيلاتين ما هو كمان بحب شدد انه تبلشت انا سبيشال افكتس ميك اب واللي هو بس تقريبا من سنه، يعني بلشت سبيشال افكتس ميك اب من حوالي سنه، متسلح بس بخبرتك بالرسم مش اكثر 100%، يعني لانه ما عندك اي خبره بالمكياج 100%. وغير عن هيك انه ما في مواد، ما في ابدا مواد متوفره بلبنان الا شيء قليل جدا اللي هي للبيسكس. بس ميشيل اللي بشوف هالصور وراح نحكي عن الاشياء اللي موجوده على الويب سايت، سبيشال افكتس ميك اب اختصاص بحد ذاته، يعني عالم كثير واسع، بيتطلب دقه، بيتطلب خبره، بيتطلب كمان خلق. انت من سنه بلشت، اللي بشوف صور على الويب سايت ما بصدق انه هالاشكال هالتحويلات اللي انعملت من قبل شخص مبلش من سنه. ما هون برجع بشدد على أهمية كوني، اللي ساعدني كتير كوني رسام، فمثل أنا إذا بدي أعمل جرح يعني كأن أنا عم أرسم جرح، وبما أنه أنا كنت تخصصي بالرسم هو الكلاسيكال بينتينج يعني وأكتر الرسم الرياليستيك، فكان في أكتر عندي أنه أنا قبول أنه أقدر جسد الجرح أو أنقل بروز حرق، بروز ضربة سوري حرق، ما بعرف جلف، أعمل ايجينج للشخص يصير ختيار، فكان أكتر أنه عندي أنه بقدر أنقل هيدا الشيء وجسده أكتر بالواقع. وهون بمساعدة خيك أو خبرة خيك أكيد، لأنه كتير مهم أنه كل جرح، يعني إذا حدا طلب مني مخرج أعمل له جرح بدي أعرف بعد كم يوم هيدا الجرح موجود، لأنه في حالات في مراحل بيقطع فيها الجرح تتعطي اكثر افيه ناتشورال للموديل او للممثل تيقنع اكثر المشاهد، مش انه يبين انه في سمك بودر مدر قد ايه. طب قلت لي ما في مواد، ما في برودوي، يعني السبيشال افكتس ميك اب بتتطلب برودوي خاص 100%، وكمان كثير مكلفه، حتى هيك مجبورين يعني اذا بدنا نجيبها بدنا نستوردها من برا، واكيد كلفه الاستيراد كثير كبيره، وبانه ما في دعم، فبيرجع انه هون الفنان اللبناني بده بكل شيء متوفر بين ايديه انه هو يطور تكنيكس جديده، وسائل جديده يستعمل يعني بالمتوفر، انه مخيلته بالفعل بده يكون اكثر من خلاق 100%، لانه انه 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 بالنهايه ما فيك تصنعي شيء اذا ما عندك العده المتوفره، فحتى هيك بنلجا لقصص ثانيه بنجرب نخلق فيها ذات الافيه، ذات الشيء المطلوب بما انه ما انه متوفره بلبنان. بيطلب كثير وقت هالعمل؟ يعني مشهد واحد او تحويل واحد قد ايه ممكن ياخذ وقت؟ حسب اذا في ممكن يعني برا بياخذ ممكن اقل كاركتر 7 ساعات، يعني تخيل الممثل مصموم 7، بس هون كمان للاسف بعد ما عم بيقدروا السبيشال افكتس ميك اب قد ايه بده وقت، قد ايه بده دقه، يعني كله بصير ركض بركض، وبذات الوقت انه تيطلع الشغل حلو بده وقت، وخصوصا بالسبيشال افكتس ميك اب لانه ما نجرب نقنع المشاهد، ما نجرب مش انه عم نضحك عليه يبين يعني قبل المشاهد بدك تكون انت مقتنع باللي عم بتشوفه، فبالتالي اكيد المشاهد او المتلقي رح يكون كمان أكيد مقتنع. أكيد. في شوية تناقض، قلت لي خبرتك بالرسم ساعدتك انه تبرع بالسبيشال افكتس ميك اب، ولكن بالرسم مثل ما قلت انت كنت ترسم مشاهد او بترسم مشاهد طبيعيه، مشاهد خلابه، مشاهد هاديه ورايقه، يعني كنت تنقل المشهد مثل ما هو، بالسبيشال افكتس ميك اب عم تعمل تحويل جذري للشكل اللي امامك. هون يعني مثل هيدا جماله للفن تبع السبيشال افكتس ميك اب، انه بما انه بس مثل ما بيقولوا يعني في كمان رساله كثير مهمه للسبيشال افكتس ميك اب ما خاصه بس بالفلومه، وبحب يعني ضوي عليها واللي هي انه في كثير عالم عندها تشوهات تلجا للسبيشال افكتس ميك اب ارتست، مش عمليات تجميل لانه في قصص اوقات ما بت يعني كثير مكلفه او ما ممكن تتجمل،
بصير بيعملوا لهم بروستاتكس وجه اصطناعي يركبوه، او بحال لكمان مرضى سرطان الثدي بينعمل لهم كمان ثدي ثاني بيتركب. فهيدا يعني الشيء كمان بتستخدم بمجال الطب، كمان يعني بمجالات الطب كثير كمان بيساعد، عندها خدمه انسانيه كثير حلوه انه عم تعطينا الفرصه نغير بشكله للشخص. حابب تدخل بهالمجال او اشتغلت بهالمجال لميشيل؟ يعني بتشوف حالك رايح بهالاتجاه لاحقا كمهنه بركي إذا قررت تبعد شوي عن الهندسة؟ يعني صراحة بعد في مثل هلأ فترة ضياع، لأنه قد ما كتير في قصص عم اشتغل عليها، فبتقولي يلا شوي شوي، بس أنه بحب كل شيء جربه ولو لمرة. نعم. لأنه تقول أنه بالنهاية كلنا مرة بنجي على الحياة. أنا شفته على الويب سايت امبارح كان كتير مقنع، وعن جد كان صعب كتير علي أنه صدق أنه هالشخص اللي قام بهالعمل ابتدى بس من حوالي سنة، فبالفعل بتستاهل أنه نهنيك. بتعمل ميك اب عادي؟ يعني إذا أنا طلبت منك تعملي ميك اب لحلقتي بتقدر؟ هلا اكيد تقدر اعمل سبيشال افكتس ميك اب بدي اكون عارف الميك اب، بس شي نهار بدي اياك تشوهني واطلع على البربره ممكن او شيء. فالفكره هي انه بحب كمان اترك هلا تخصصي اكثر بالسبيشال افكتس ميك اب، لانه اكيد في الميك اب في كتير عالم بارعه وبروفيشنال بالميك اب. نعم. ولكن سبيشال افكتس ميك اب سبيشال افكتس، فانه ما حا هلا يعني كيف بدي اقول ما حنافس. نعم. هلا ناس صار لها كثير سنين خبره بالميك اب العادي، فبفضل هلا اركز سبيشال افكتس ميك اب ولحقين. نعم. على الميك اب. خلينا نرجع شوي للرسم، ما تركت الرسم كل هالسنين. اكيد لا. تعلمت شيء او اكتشفت شيء حبيته وجذبك وجربته كمان من فتره باسطنبول وهو ابرو؟ يس ابرو بينتينج. هيدا الفن هو فن انا كثير جذبني، كنت احضره على اليوتيوب وكنت عم جرب برا كمان بلبنان كيف يعملوا، اكيد ما في معدات له بلبنان. كان في عندي شو هو الابرو ارت، هو فن تركي اكيد كان موجود قبل بشرق اسيا، بس هو فن تركي بالقرن الخامس عشر بيان، كثير ساعد لتزيين الكتب، لانه هو الابرو ارت يعني الماربلينج ارت. نعم. الرخامه، الفن الرخامه. هيدي هي هيدي وحده من التجارب. نعم. اللي جربتها من المعدات. بس نشرح شوي اكثر للمشاهدين، ميشيل هو رسم على المي 100%. الفكره هي انه وقت رحت على اسطنبول شفت بالصدفة حدا عم بيرسمه، فكتير جذبني وقلت بدي، سألته عن المعدات واشتريتها وجبتها على لبنان. بدها كتير تحضير، كتير تحضير مش شوي، يعني جبتها من شهر وبعدني لهلأ عم اختبر فيها، لأنه أكيد ما ممكن دغري نحترفها بنهارين. بس أنه مثل ما قلنا هي رسم على المي، في مي وبنحط عليها البانتير. نعم. وبين رسم واضح ميشيل أنه الأشياء السهلة ما بتجذبك أبدا. راح نتوقف للحظات ومنكمل مع بقية المواهب اللي اكتشفتها. نرجع مشاهدينا لحديثنا مع الفنان الشاب المتعدد المواهب ميشيل الغول. ميشيل استعرضنا بعض مواهبك، هلا بدنا نشوف كمان بعض لوحاتك من علي علين، وبنفس الوقت خبرنا عن بقيه المهارات اللي اكتشفتها فيك عبر سنين، منهم فن الوشم او تاتو ارت. كيف بلشت؟ كمان التاتو ارت هو الوحيد يعني الفن اللي اكيد درسته. حبيت كمان انه بما انه عالم الفنون كتير حلو كتير واسع، وانا بطبعي بحب كل فن جديد او فن موجود بلبنان بحب ولو جربه، مش ضروري يعني احترف فيه. اكيد بشغله بحب يكون ميل للاحتراف اكيد، بس انه بحب اتذوقه للفن، لانه بالنهايه ما في شيء ممكن يعطي امل للشباب عنا بلبنان. يعني اذا إلا ما جرب الواحد اوقات ما بيعرف حاله اذا شاطر بالشغله. 100%. وانه واي نوت، انه حلو تجربي دائما، حلو بالفنون تجربي. شو اللي جذبك للتاتو ارت؟ يعني هون عم ننتقل من الريشي للابره. كمان بما انه حبي للريشه وحبي للرسم وخصوصا الرسم الرياليستيك، فكمان التاتو ارت بيلعب دور كثير كبير، انه عم تنقل الرسمه من لوحه على جسم الانسان، وهون. نعم. اكيد في مسؤوليه كثير كبيره، لانه اذا طلعت الرسمه مش على ذوقه هيدي بقي على جسمه على طول. صح. بينما على كانفاس فينا نرجع نمحيها. هون بحب اعلق هيدي اشتركت ب اكزيبيشن ب سي ان ارت اكزيبيشن. نعم. السنه الماضيه. نعم بسوليدير كان في 50 فنان، كانت خيريه الاكزيبيشن. ات واز فور تشاريتي
تشاريتي انعرضت ل 50 فنان على سمكه. هون كمان عم نشوف رسم فحمي سكتشينج كمان لحصان. في كمان هون كمان مترين اتس تايجر. هون وول بينتينج سولي هون على ورق كانت ورق هيدا سبراي نو 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 اتس سكتشينج كاركول وبنسل. هون اويل بينتينج كمان من التابلويات اللي عملها. أعمالك ما بتشبه بعضها أبداً ميشيل، يعني ما منطلع على مجمل أعمالك ومنقول هيدي مجموعة ميشيل، يعني مشاهد بعيدة عن بعضها، أساليب كمان بتختلف. حتى هيك لأنه بعد يعني بعدني بطلعتي ومثل ما قلت عمري 21 سنة، بعد بدنا نضج فني أكبر كرمال نقدر نحصل على ستيل واحد، فحتى هيك أنا هلا بساعي دايم إنه جرب كل أنواع الفنون. نعم. تتذوقها وشوف أيها أطيب شيء. خليني بس أشرح شو يعني كل أنواع الفنون، بلشنا بالرسم، انتقلنا للسبيشال إفكتس ميك أب، تاتو آرت، ارت دايركشن كمان بتمثل، حضرتك موسيقي، بتكتب كمان سيناريو لافلام، شو ناسي كمان كثير اشياء. هل جربت كل هالفنون لانه بتزهق بسرعه، او هل عم بتفتش على شيء ما عم بتلاقيه، او هل بكل بساطه بالفعل عندك شغف لكل هالفنون؟ اول شيء بزهق بسرعه فيعني كل فن يعني بكون قاعد انا مثلا بالبيت في هون البيانو، هون تابلو، هون رسم، بنط كل دقيقة من شي لشي، يعني ما في شي ضل دايما عليه. نعم. وكمان لأنه عندي شغف كتير كبير للفنون، لأنه بلاقي يعني في أنه أنا موجود بعالم الفن. وكمان موجود بالعالم العلمي يعني كفيزيكس وهيك، بس أنه عالم الفن كتير بيساعد أنه تعبري عن حالك، وخصوصا أنه أنت موجودة بمجتمع صعب كتير التعبير، والفن هو الوسيلة الوحيدة للتعبير. كلهم فينا نقول هني وسيلة للتعبير لإلك، بس بأي منهم بتشعر حالك أنه التعبير أسهل لإلك؟ وهون الصعوبة اللي عم عاني منها انه هي كل فن بجرب اقول انه خلص هيدا الفن اللي حاثبت عليه وهيدا الفن اللي بحس باكثر شيء بعبر فيه، بيجي وقت ثاني بلاقي انه لا لازم اعبر بهيدا الفن افضل، لازم اعبر لا بهالمرحلة بهيدا الفن، فكل فن له وقته صراحة عم لاقيه انا تعبر اكثر عن حالي انا بكون موجود فيها. يعني هل مزاجك مرتبط بأي من هالفنون؟ مثلا أكيد. إذا زعلان بتلجأ لفن معين، يعني إذا مبسوط بتلجأ لفن آخر؟ كل الفنون بتكون هي أصلاً طالعة من مش ضروري كتير فرح، بس لأنه في عندك مساج بدك توصلي. في فنون لا أوقات بتكون أنه بس بغية الفن، بس بذات الوقت أنه أنا لأنه بلاقي حالي أنه بقدر عبر بكذا وسيلة فن، وأوقات حسب أي جمهور بدك توصلي له هالمساج فبتلجأ إلى الفن تاني تتوصلي له. يعني ممكن ما مشاهدين ما يهتموا بالرسم. نعم. يهتموا أكثر أنه يشوفوا مثلاً امرأة العنف ضد المرأة، ما يشوفوا تابلو عن أبستراكت مرأة معنفة، يشوفوا مرأة. نعم. معنفة على المضبوط اللي هي سبيشال إفكتس ميك أب. يعني هون عم تستهدف أكثر من جيل، أكثر من فئة عمرية، أكثر من شريحة بالمجتمع. أكيد، وهيدي طبيعة الأجيال أنه كل شخص كل جيل عنده فن معين بيجذبه أكثر. لما بتكون مبسوط شو بتحب تعمل؟ بحس اكثر بس كون مبسوط على الموسيقى اكثر، لانه بتلاقي فيها فرح اكثر دغري بتعبر. بتعزف او بتغني؟ الاثنين. بعزف على ثلاث آلات و ثلاث آلات كمان مش هينة ابدا ميشيل، بس كله انه لحالي عم اتعلمه. بعد انه ماني محترف فيهم، بس انه واي نوت، اذا ما دام الانسان انه عندنا عقل وعندنا ايدين وسالمين كتر خير الله، فقد ما فينا نتعلم ونستفيد من الوقت اللي نحن فيه بيكون شيء ممتاز. يعني انا هلا ما بعرفك وعم بتعرف عليك، هلو ميشيل، انا اسمي رولا صفا، شو بتعمل حضرتك؟ اول شيء اسمي ميشيل غول، عمري 21 سنه، ام بينتر، رسام، سبيشال افكتس ميك اب ارتست، هودا المحترف فيهم. يعني بتبدا بالتعريف عن حالك كرسام 100%، الاكثر شيء احترافا انا فيه. سبيشال افكتس ميك اب، وبقول من هواياتي الموسيقى، الكتابه، التصوير، التمثيل، الطبخ. ميشيل 21 سنه عمرك اليوم ومارست كل هالفنون، شو ناوي تعمل بال 21 الجايين؟
من اكبر مخاوف عندي انه يقطع، لانه العمر بيقطع بسرعه وكلهم بيقولوا لي بعدك صغير انا عم تحكي بهالموضوع. زعلانه عم تقول هيك 100%، بس عن جد انه هلا كنا اولاد صرنا 26 سنه وبعد يمكن شوي حصير يعني 42 سنه. الفكره اهم شيء الانسان يترك بصمه بهالعالم، فانا حلمي انه اكبر حلم عندي انه انا اترك بصمه يكون سعاده فيها المجتمع اللي حولي قد ما فيي، وهذا بيكون يمكن الهدف الأسمى اللي عم اسعى له، انه عن جد اترك بسمه تعرف انه ميشيل غول ممكن ساهم بالبشريه، ساهم بشيء. انا بعرف احلام كبيره بس انه لا واكيد بحب دائما اوجه الشكر للناس اللي دائما بتدعمني، اللي هن اول شيء اهلي، نعم. امي وبيي واخواتي، رفقاتي سينتيا بوزاد، مهتدي علي احمد، وكمان ناس بتدعم مع انه بشدد انه ما في ناس كثير بتدعم مثل فريدريك فريم فيلم هاوس. كثير عالم لها فضل علي، بس انه بالنهايه بدنا دعم، بدنا اكثر انه لكل السياسيه لكل النواب انه يهتموا اكثر بالفن، لانه اذا شعب بلا فن ما في حضاره. نعم. شكرا لك ميشيل، نحن كثير انبسطنا بالحديث معك، منهنيك على هالشغف اللي عندك، شخص اللي بيكون عنده هالقد كميه من الشغف اكيد طموحه ما إلى حدود. اهلا وسهلا فيك وشرفنا. ميرسي كثير. وقفي مشاهدينا وبنرجع ل MTV Alive.